فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما الضابط في نية الإقامة؟ لأن بعض الناس يتلاعب بهذا اللفظ فيجلس شهرا كاملا في بلد ولا يصوم في رمضان ويقصر الصلاة بحجة أنه لم ينوي إقامة بل ينتظر حتى ينتهي من أعماله. هذا يحاسبه الله، ما علينا منها. المهم أنه يقول ما نويت إقامة، إحنا ما علينا، هذا بينه وبين الله. نعم.